بيكم مرة تانية و Beyond a Pretty Face. معاكم منار سلامة. الفيديو النهاردة عن مجموعة برودكتس كان اول مرة اجربها او اشتريها، استعملتها كلها علشان اعمل بيها الميك اب لوك ده. هو ميك اب لوك بسيط وسهل، بس الاهم في الفيديو ده هو المنتجات اللي انا استعملتها. في حاجات عجبتني وفي حاجات يعني نص ونص، فلو حابين تعرفوا ازاي عملت اللوك ده وايه هي المنتجات اللي استعملتها، ايه الحاجات اللي عجبتني وهكمل استعملها وايه الحاجات اللي ما افتكرش ان انا هستعملها تاني، تابعوا الفيديو ده. هعمل الميك اب تقريبا زي اللي بعمله كل يوم، بس النهارده هستعمل برودكتس جديده شويه اول مره استعملها. انا اوريدي عملت فيلينج لحواجبي، استعملت واحد من البرودكتس اللي اول مرة استعملها النهاردة، وهو NYX مايكرو بنسل. بس هو بيسكلي شكله عامل يعني ليه سن كده رفيع قوي، هو ريتراكتبل بن، ليه سن رفيع قوي، لونه جراي. هو ده اكشلي الكولر نفسه اسمه بلاك، بس هو مش بيبقى لونه بلاك، هو اكشلي لونه جراي. وده من ناحية دي القلم، وفي في من ناحية تانية السبولي بتاعته بالشكل ده. انا اوريدي عملت فيلينج للحواجب بتاعتي بالقلم ده، وبعدين استعملت بعديها اسنس مسكارا بتاعت الاي براو اسمها ميك مي براو. برضو شكلها من جوه عامل زي المسكارا الصغيره كده. انا اوريدي استعملت الاثنين دول بس. ده برودكت انا اوريدي جربته، بجربته بقالي اسبوع بستعمله. سو فار يعني كويس. هو فكرته ان هو بيعمل فايبرز كده في الحواجب، فبيخليها يبقى شكلها فول اكتر. والبنسل ده اول مره استعمله النهارده، بس بصراحه طريقه الابلكيشن بتاعته كانت حلوه جدا، كان سهل وطري مش ناشف. يعني كنت متخيله ان هو هيبقى ناشف قوي وانا بعمله، لا هو في الاول بس اول مره كده بيبقى ناشف، ممكن تسيحيه بس على ايدك، وبعد كده خلاص بيبقى فيري سموث، بس مش سموث قوي لدرجه ان هو يخلي الحواجب شكلها تقيل او اوفر. اسمه ماستر برايم بور مينيمايزنج برايمر. ده بيسكلي جاست كده برايمر بحطه قبل، المفروض نحطه قبل الفاونديشن عشان انا عندي البورز واسعه شويه، فلما بحط عليها فاونديشن على طول شكلها بيبقى باين ان هي واسعه، او الفاونديشن بيأكسنتويت او بيبين اكتر ان هي البورز كبيره. فالمفروض ان ده زي طبقه كده خفيفه قوي، هي سيليكون بيست بيتحط على الوش، ما بيديش لون ولا بيدي اي حاجه. فكرته بس ان هو بيعمل زي كفر او فيلر للبورز دي، عشان لما نحط عليها بعد كده الفاونديشن يبقى شكله احلى. برضو ده اول مره استعمله. فيرست امبريشن عنه سو فار هو خفيف جدا، انا مش حاسه ان انا حاطه اي حاجه. بلس ان هو فعلا انا بصيت على البورز بتاعتي قبل ما احطه وبعد ما حطيته، انا حاسه فعلا ان هو عامل اوريدي فرق، وعامل يعني فيلينج كده ومخلي شكلها طبيعي قوي. بس طبعا شكله هيبان اكتر بالفاونديشن. الفاونديشن اللي هستعمله النهارده برده هو فاونديشن اول مره استعمله، بس سمعت عنه بصراحه كتير، وده من لوريال اسمه بيرفكت ماتش. انا الكولر بتاعي يعني اي ثينك، لان انا طبعا ما حطيتهوش لغايه دلوقتي، بس من السواتشز كده اللي عملتها في الستور او في المحل اللي انا بشتريه، ده رقمه اسمه 3N بيج كريم. الميزه في الفاونديشن ده ان هم تقريبا عندهم كل درجات كل الشيدز اللي ممكن تتوقعيها، مقسمين الكاتيجوريز بتاعه الشيدز بالاندرتونز بتاعه كل السكن كولر. يعني في ناس كولد، في ناس وورم، في ناس نيوترال. انا من الناس النيوترال، بميل اكتر على الكولد، بس في معظم الوقت ببقى نيوترال. فعشان كده انا اخترت ال الكولر بتاعي 3N. N دي stands for neutral، في C cold، وفي worm، وفي W worm. فده كان الكولر بتاعي. انا اول مره استعمله، so هقول لكم الامبريشنز بتاعتي وانا بابلاي. طبعا المرايه ورايا، مش عارفه اظبط الكاميرا تبقى قدامي، فانا هستعمل المرايه الصغيره دي عشان احط فيها، مش عارفه how things would go يعني، بس hopefully هعرف استعملها. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس انا عندي في الرايت شيك او في الخد اليمين عندي مكان حبوب كتير جدا، لان انا كنت اوريدي بعاني من الحبوب. الحمد لله عالجتها، وعالجتها بطريقه طبيعيه، ما رحتش لدكتور ولا اي حاجه. ولو محتاجين وهعمل لكم فيديو عن ازاي الطريقه اللي عالجت بيها الحبوب دي. however هي لسه بتسيب كده زي ماركس او بلامشز بعد ما بتخف، هي بتاخد فتره وبعد كده برده بتروح.
فالمين تارجت بتاعي ان انا اخبي مكان الحبوب ده. كنت الاول بستعمل كونسيلر وبس بعمل سبوت كونسيلينج لان انا ما بحبش احط ميك اب كتير، ما بحبش احط فاونديشن كتير، فكنت بس بعمل سبوت كونسيلينج للسبوتس اللي محتاجه ان هي تبقى كفر وبجو اوفر كده باودر خفيفه وخلاص. بس انا عايزه اجرب الفاونديشن ده، عايزه اشوف لو هو يعني الكفرج بتاعته يعني طبيعيه اكتر، يعني تبقى حاجة طبيعية وفي نفس الوقت الكوفر سبوتس ما يبانش ان انا حاطة فاونديشن وفي نفس الوقت السبوتس بتاعتي ما تبقاش باينة. هستعمل هابلاي فاونديشن ب هي دي مش بيوتي بلندر، هي دي اللي زيها من ريل تكنيكس اسمها ميركل سبونج اي ثينك. انا اوريدي جربت البيوتي بلندر ودي جربتها بصراحة مرة واحدة so far. انا حاسة ان دي احلى لان الجريب بتاعتها او الماسكة بتاعتها احسن، خصوصا الجزء ده اللي هو مقطوع كده، الجزء ده مش موجود في البيوتي بلندر الاوريجينال. بس هو انا شايفه ان ده احسن لان هو بيخلي الابلاينج الفاونديشن اسهل، وبستعمل الجزء ده الرفيع ده للكونسيلر. استعملتها مره واحده بس سو فار عجباني. بس برضو يعني الواحد ما بيقدرش يحكم من اول مره، فهستعملها بقى مع الفاونديشن ده وهقول لكم رايي. اللي هعمله ان انا هنزل شوية من الفاونديشن على السبونج زي الشكل ده وهوزع زي كده نقط على وشي. مثالي ان انا ببص الناحية دي كتير بس هنا عشان الفيور بتاع الكاميرا، فانا يعني مينلي شايفة نفسي من الفيور. بس دلوقتي هعمل بلندنج بالسبونج مبدئيا كده. انا حاسه الكفرج بتاعته very natural واوريدي غطى مكان السبوتس، يعني انا مش شايفه سبوتس خالص، انا مش شايفه انتوا شايفينه ولا لا، بس اوريدي من مره واحده مكان السبوتس الحاجات الحمراء دي اوريدي حبوب لسه اكتف لسه طالعه لي، فدي لازم هتبان كده، هتبان هي بارزه شويه، لكن مكان الحبوب نفسه كله تقريبا اختفى ومن اول طبقه، يعني ما حطيتش كتير. اهم حاجه واحنا بنعمل بلاندنج بالسبونج دي باي سبونج، يعني whether it's beauty blender او اي سبونج تانية، ان احنا ما نعملش كده، يعني مش بنمشي على عليها، احنا بنبس كده زي طبطبة يعني. بحط على الفورهيد بتاعتي عشان كل حاجه تبقى بلاندد كويس. انا شايفه ان من الابلكيشن بتاع الفاونديشن ده من اول مره هو شكله طبيعي جدا وشكله تحفه بصراحه. عمل كفرنج لكل السبوتس بتاعتي، يعني انا بحاول اركز على المرايه كده اشوف لو في اي حاجه باينه، بس فعلا هو كل حاجه اوريدي كفرد. انا حاسه ان انا مش محتاجه طبقه تانية، وبصراحه ما بحبش احط فاونديشن كتير ويبان شكله اوفر، فانا مش هعمل طبقه تانية اوريدي خلاص. انا شايفه ان ده enough جدا. بالنسبة للبور مينيمايزر اللي هو البرايمر اللي انا حطيته قبل الفاونديشن، هو طبعا عامل فرق، يعني بورز بتاعتي مش كبيرة زي ما كانت، مش باينة قوي من الفاونديشن، بس في نفس الوقت هو ستيل فيه شوية باينة، فممكن ده يكون انا محتاجة مثلا ان انا بعد كده احط اكتر، لان انا بصراحة حطيت حبة قليلين وحطيتهم بس على الحتت دي من خدودي لان هي دي اللي بيبان فيها قوي البورز. هعمل كده اي شادو خفيف لعينيا. هستعمل حاجتين، هستعمل ماك بينت بوب، هستعمله از ا بيز لعينيا عشان الاي شادو يأدهير كويس على العينين، يبقى محطوط كويس ويثبت اكتر. ده لونه بينتولي وده لونه حاجه كده بينك خفيفه قوي، هو طبعا مش بيبان على العين، يعني ده شكله من جوه. هو بيخلي العين بس كده بيعمل لها زي كفرج صغيره لو في اي فينز باينه، اي عروق، اي ديسكولوريشن، اي حاجه بيخبيها، وفي نفس الوقت بيخلي الاي شادو يلزق حلو على العين، وفي نفس الوقت ما يعني ثرو اوت ذا داي مش بيكريس او مش بيبقى بيسيح يعني. ف زي ما انتم شايفين بس انا بحطه كده بالظبط، وصعب قوي ان انا بعمل ميك اب من غير مرايه، مرايه ورايا، بس مش هعرف
احط في المرايه وفي نفس الوقت اتكلم معاكي. التريك في الماك بين بود ده ان احنا ما نحطش كتير، لان احنا لو بالغلط حطينا كتير ده بيبقى ليه افكت العكس بقى، يعني بيخلي بيكلكع كده شويه وبيخلي الاي شادو يكريس او يكلكع. طيب الباليت اللي انا هستعملها دي باليت بستعملها بقالي تقريبا اسبوع او اقل، دي من سيفورا اسمها مينيتشر باليت. هي كان في منها ثلاث الوان بس اللون اللي معايا مش عارفه مكتوب اسمه ولا لا، اعتقد ان مش مكتوب اسمه، بس هي شكل العلبه كده من بره وده الوانها من جوه. بجد لو عندكم سيفورا قريب منكم او يعني تقدروا توصلوا لمنتجات سيفورا في اي حته هاتوا الباليت دي، لان هي اولا رخيصه كانت بحوالي 10 يورو وهي كانت اكشلي ب 10 يورو والكواليتي بتاعتها عاليه جدا، يعني البرودكتس بتاعتها البرودكت نفسه مش حاجه اي كلام. يعني عندي نيكد باليتس ثلاثه من ساعه ما جبت دي انا بستعملها وما بستعملش اي حاجه من نيكد باليتس بتاعتي. ف زي ما انتم شايفين هي فيها الكالرز اللي هي اكتر على بني وترابي والحاجات دي، فانا هستعمل اول لون هستعمل اللون الاولاني ده اللي هو زي شامبين كولر كده خفيف اسمه بوب كورن، ده هحطه على الليد بتاعتي كلها او على عيني كلها. وهستعمل الكولر ده اللي هو اسمه بسكت، عامل شوية سنة كده على موف، هو مات ده هحطه في الكريس كلها او في اللي هي الحتة دي لما بفتح عيني بتبقى متبطنة كده، دي هحط فيها كله الكولر ده اللي هو اسمه بسكت. وفي الاخر خالص في كولر اسمه كاكاو، ده هحطه بس في الاوتر في او في اخر العين هنا من هنا. هعمله بسرعة جدا لان انا التركيز بتاعي بصراحة النهاردة مش على العين، فانا الكولر اللي all over the lid ده انا بحب احطه بايدي فهحطه كده، مش هعمل فيه اي حاجة فانسي يعني، بس هحطه في عيني كلها. ده عشان يدي لون خفيف وفي نفس الوقت بيسات البرايمر اللي احنا حطيناه في العين ده قبل كده، لازم لما نحط حاجه كريم نحط عليه حاجه باودر عشان تثبت. اوكي فخلاص انا حطيت اوريدي اللون ده، هحط بقى اللون اللي هو البسكت احطه على كريس براش زي دي، بس هميك شو ما فيهاش اي حاجه اكسترا، وهحطه على الكريس كلها زي حرف سي كده بالظبط ونبلند كويس. ده بالنسبة لي ميك اب عين خفيف جدا لما اكون مش عايزة اعمل حاجة اكسرة في عيني بس في نفس الوقت عايزة ابقى شكلها حلو، يعني ده مش اي شادو سموكي يعني ولا اي حاجة، بس هو بس حاجة كده تعمل دافنيشن للعين وخلاص. عشان بعد كده هنرجع نحط اي لاينر بس مش دلوقتي، هنكمل بقية الوش كله. تمام كده اللون بسكت محطوط اوريدي في الكريس، هاخد بس اللون اللي هو الغامق خالص اللي هو كاكاو ده احطه على الاوتر في من ورا كده زي في كده في الاخر، بس عشان تدي دبث للكريس بتاعتي. تمام كده ميك اب العين هو مش خلص يعني، بس كده الاي شادو خلصناه. دلوقتي هيجي دور الكونسيلر، انا حبيت احط الاي شادو الاول بعدين الكونسيلر علشان الاي شادو ما يقعش على تحت العين كده وبيعمل مكان، فهحط الكونسيلر دلوقتي. الكونسيلر اللي انا بستعمله مش حاجه جديده، مش اول مره استعمله، ده فيت مي من ميبلين، بصراحه بستعمله بقالي سنين ومش لاقيه اي حاجه احسن منه لغايه دلوقتي. يعني كنت عايزه اجيب اللي هو ترو ماتش بتاع نفس الفاونديشن بس جربته على ايدي وحسيت ان هو برده يعني مش بيدي كفرج كويسه وفي نفس الوقت عادي، يعني ما حسيتوش حاجه جديده يعني. طيب هبلند الكونسيلر بنفس السبونج بس بالجزء ده منها، انا كنت الفاونديشن عاملاه بالجزء اللي هو زي المقشوط كده، ده هعملها بالجزء الرفيع ده عشان تدخل في الفراغات اللي تحت العين، برده هنعملها باتينج موشن
مش هنتراب كده لان احنا بنعمل كده هنمسح البرودكت، احنا مش عايزين كده، مش هنعمل كده، هنعمل بس كده زي طبطبة. الباودر دي وهي من نفس اللاين بتاع الفاونديشن بيرفكت ماتش، الكالر بتاعها جولدن بيج، فانا هستعملها على باودر براش زي دي، هي تيبرت كده من فوق عشان انا بحب الباودر بتاعتي اركزها على الاماكن اللي انا اكتر حاجه اويلي فيها اللي هي في التي زون والخدود من هنا يعني، بس مفيش داعي احطها على وشي كله. اهم حاجه من الحاجات اللي بتفرق معايا في الباودر ان انا ما بحبش ان شكلها يبقى باين كده على الوش، بحب ان هي تبقى فاين قوي فالوش يمتصها كويس، ما يبقاش حاسه ان انا حاطه باودر يعني. انا حاسه الباودر دي سو فار برضو يعني هي ناعمه جدا فالوش بيمتصها بسرعه، مش باين ان انا حاطه حاجه قوي. هي الباودر لطيفه، حاسه ان هي ناعمه ومش حاسه ان انا حطيت طبقه زياده على وشي. برضو البرودكت اللي هستعمله دلوقتي هو برودكت اول مره استعمله، عجبتني فكرته قوي وانا في المحل وجربته كده بسرعه، حسيت ان هو ناعم جدا وبيفضل يعني الايلاينر نفسه بيفضل قاعد. ده من نيكس اسمه تو تايمر، ده شكله وهو فكرته بصراحه حلوه لان هو من الناحيه دي هو ايلاينر اللي هو البان اللي هو بيبقى عامل زي فلتر كده، ومن الناحيه الثانيه هو ريتراكتبل لاينر اللي هو بيبقى زي الكحل كده، في نفس الوقت برضو ناعم وجميل يعني. انتوا شايفين ده اللي هو الكحل وده من فوق الايلاينر. طيب انا مش عارفه بصراحه هعرف اعمل الايلاينر ازاي كده، فهو انا غالبا اللي هعمله هعمل وينج بس هبداها من نص عيني، مش هعملها على عيني كلها، وهعمل وينج لاينر في الاخر وهملا في عيني جوه عيني من جوه، بس عشان انا برضو هحتاج اركز والمرايه اوريدي ورايا، انا بستعمل مرايه صغيره جدا مش هعرف اركز بيها، فهعمله اوف كاميرا وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين انا عملت وينج لاينر من بره من نص العين لبره، ما عملتوش على العين كلها علشان ما يقفليش عينيا، وحطيت برضو شويه كحل خفيف من جوه برضو مش لحد اخر العين، عملته لحد نص العين تقريبا. هتاكد بس في المرايه الصغيره ان كله تمام. انا عاجبني شكل عيني قوي بصراحه دلوقتي اللي انا بعد ما رسمتها. حاجه بس هقولها لكم على الايلاينر، شايفين ده لانه انا حطيته اوفر الاي شادو فبعمل كل شويه الاي شادو يعني يعمل في القلم فما يعرف ما يرسمش كويس، فبضطر انضفه على ايدي واكمل تاني. فاي رادر ان انا استعمل القلم ده من غير ما يكون تحتيه اي شادو، او احطه الاول بعدين احط الاي شادو جنبه. بتقل بس هنا. لو انتوا ناويين تحطوا اي شادو وبعدين تحطوا عليه اي لاينر ما اعتقدش ان ده البيست اوبشن يعني، احسن حاجه ممكن تكون حاجه زي الجل اي لاينر. انا اخر حاجه في العين اللي هي الماسكارا. الماسكارا اللي انا هستعملها دلوقتي هي من اسنس، دي مش اول مره استعمل ماسكارا من اسنس. استعملت قبل كده في واحده كلها فوشيا اسمها تقريبا بيج لاشز بيج فوليوم حاجه كده، واستعملت واحده شبه دي بالظبط نفس الشكل بس من تحت بيربل، برضو الاثنين كانوا حلوين وعجبوني جدا. دي حاجه جديده اول مره استعملها اسمها فوليوم ستايلست 18 اورز وير كيرل اند هولد ماسكارا وذ مايكرو ستايلينج واكسز. البروش شكلها من جوه شويه من هنا كده عامل كيرف، مش عارفه انتوا هتشوفوه ولا لا، بس يعني هي البروش العاديه بس من ناحيتي كده كيرف شويه. حاسه ان هي شويه في برودكتس كتير قوي بتطلع مع الفرشه، بس لما بحطها هي مش كلامبي يعني مش بتخلي الرموش كلها كتله واحده، لا بالعكس هي سايباهم سيبريتد. على عكس التانية الفوشيا اللي انا بقول لكم عليها دي بتاعت اسنس برضو بتخلي لو قعدت بلدت كتير بتخلي الرموش كلامبي شويه. انا بالنسبه لي دي حاجه مش وحشه بس يعني انا بحب ساعات بحب الماسكارا اللي بتبقى كلامبي شويه بس لونج از ان هي بتخليش رموشي كلها رمش واحد، بس دي بتسابريت حاجه. اوكي زي ما انتوا شايفين انا مش عارفه انتوا شايفين في فرق ما بين العينين ولا لا، بس انا طبعا شايفه ان في فرق كبير، وده بس من اول كوت يعني. هحط العين الثانيه انا عملت كوت تاني، هي ما اتكلكعتش ولا حاجه بس حاسه ان انا لو عملت اكتر من كده هتبتدي تكلكع،
بلس ان انا لازم عشان تبلدي عليها لازم تستني لحد ما تنشف، لان دي كانت اوريدي نشفت فحطيت عليها احسن من عندي كانت لسه منشفتش فشويه كلكعت. بس يعني سو فار انا بصراحه عجبني شكل المسكارا دي قوي، حاسه ان عينيا شكلها فرق بالمسكارا عن قبلها. هو من سليك اسمه فيس كونتور كيت، الكالر بتاعها لايت، هي زي ما انتم شايفين كده من جوه، ده كونتور كالر وده هايلايتر، ده لون كونتور وده لون هايلايت، بس انا هستعمل ده اكتر كبرونزر لان انا حاسه ان هو تو ورم على انه يبقى كونتورنج. انجل براش عشان شويه هعمل برونزنج بس في نفس الوقت هعمله سنه كده كونتور، يعني مش هحدد قوي بس هخليه شويه ينزل تحت التشيكس. عارفه انتوا شايفين من الضوء ولا لا، بس هو لونه حلو قوي. شويه بعمل كيرفي كده للتشيكس بتاعتي خفيفه وهحط على اول تحت كده الهير لاين شويه علشان دي الاماكن اللي المفروض الشمس بتسمرنا فيها اول حاجه. اوكي لون البرونزر حلو، الميزه اللي فيه ان هو خفيف يعني لونه مش باين قوي ان هو برونزر، يعني ممكن تحطي منه اكتر لو عايزه تغمقي وفي نفس الوقت لو عايزه حاجه خفيفه. هو اصلا اوريدي لونه خفيف، كان في طبعا الدرجه الاغمق من دي بس انا حبيت ان انا اجيب الدرجه الخفيفه عشان اعرف اتحكم فيه اكتر. زي ما انتم شايفين هو هنا كمان في هايلايتر، بس انا قبل ما ارجع للهايلايتر قبل ما احطه احط الاول البلاشر، وهو برضو بلاشر اول مره استعمله من ماكس فاكتور. هو البلاش ده اسمه كومباكت بلاش، الكالر اسمه جورجيس بيريز رقم 30. زي ما انتم شايفين كده هو لونه فعلا باري وفي كده خط جولد جوه ال، هحاول برضو اوريكوا سواتش. وعلى بلاش براش هجرب احطه. حلو قوي، عامل زي يكون شويه كده في لمعان كده شويه على جول، خلي لون حلو. هنرجع بقى لنفس الباليت تاني بتاعت سليك اللي هي فيها الكونتور والهايلايت. هاخد الاول تاني حبه من الكونتور هحط على السايد بتاعت المناخير. نيجي بقى لنفس الباليت تاني على لون الهايلايت، هاخد كده على التوب اوف ذا براش وهحط على التشيك بونز او اول الخدود كده من هنا. هو لونه خفيف جدا ودي حاجه عجباني لان انا ساعات كتير قوي الصبح ما ببقاش عايزه حاجه هايلايتنج اوفر يعني. كمان ممكن تحطي منه كتير ما يعني مش هتبقي قلقانه ان انت كترتي. ادي بس كده الوش لمع ودايم. كده احنا خلصنا كل البرودكتس اللي انا كنت بجربها، فاضل بس اخر ستيب هحط ليبستيك. ما عنديش حاجه جديده لسه بجربها، بس الميزه في اللوك ده ان هو طالع ناتشورال قوي، مش عاملين حاجات كتير في العين، فلو عايزين احط اي ليبستيك غامق او فاتح او فاقع او وات ايفر اي لون هيمشي مع اللوك ده. فانا غالبا هستعمل اللون ده من ميك اب فور ايفر. انا بصراحه مش عارفه اللون ايه لان هو ممسوح، بس ده شكله من جوه. مدي شويه على موف بس خفيف. وبكده يكون خلصنا الميك اب لوك بتاعنا. انا مش عارفه هو طالع ايه على الكاميرا، بس هو هنا بصراحه شكله هادي جدا ورقيق. روج شويه طالع في الكاميرا او في الفيو فايندر عندي لونه فاقع، بس هو هنا لونه خفيف في الحقيقه، يعني ممكن يكون عشان الاضاءه. ده كان انطباعي عن البرودكتس الجديده اللي انا جربتها. هعمل بس كده بسرعه راب اب للبرودكتس اللي جربناها، كانت اول مره اجربها والامبريشن بتاعي عنها.
استعملنا سليك ودي باليت كونتور وهايلايت سوفر عجباني جدا لونها حلو لونها خفيف وهادي ممكن تبلد ات اب او تغمقيها اكتر او ممكن تخليها رايقه وهاديه البلاش بتاع ماكس فاكتور عجبني جدا لونه حلو قوي فيه كده لمعه جولد بتبان على الوش شويه كانك واخده لون برونزي شويه مع لون البلاش نفسه فشكله حلو قوي حاسه ان هو هيبقى ملائم جدا للصيف ايفن ان اللون بتاعه بارز دي عاده بتبقى لون الشتا بس ده حاسه ان هو هينفع جدا في الصيف الباودر بتاع بيرفكت ماتش الباودر دي حلوه جدا في ان هي يعني فاينلي ميلد او خفيفه قوي ناعمه جدا فلما بتحطيها ما بيبانش ان انت حاطه طبقه زياده على وشك لا هو انت بس حاطه يعني ما بتبانش تقريبا بتعمل كده بس بلورينج افكت وبتماتيفاي الوش عشان خصوصا ان انا وشي اويلي جدا مش عارفه هتقعد قد ايه لان انا لازم طبعا اتست الـ يعني احطها فتره طويله واشوف اذا كانت بعد كده وشي هيرجع تاني اويلي او هيبقى في شاين ولا لا ف سو فار هي عجباني جدا بس برضو انا اكيد هجربها اكتر وهقول لكم رايي عنها الفاونديشن ده فعلا بتاع بيرفكت ماتش من لوريال رقمي فيه 3N الفاونديشن عجبني سو فار ان هو شكله طبيعي جدا على الوش مش باين قوي ان انا حاطه ميك اب الوش شربه بسرعه جدا وفي نفس الوقت من اول مره بس عمل كفرنج للحبوب بتاعتي هشوف برضو لازم اتستو اكتر بان انا افضل حاطاه مده طويله واشوف هيفضل قاعد ولا هيروح بسرعه ولا ايه اللي هيحصل فيه فبرضو هجربه في الفتره الجايه هقول لكم رايي عنه تاني بس سو فار هو عجبني جدا ايه تاني الماسكارا بتاعه اسنس حلوه قوي بتسيبريت اللاشز مش بتخليهم مكلكعين فاي ثينك ان انا ماي فيفرت ماسكارا من اسنس هي اللي هي البيج لاشز اللي هي كلها فوشيا دي بس انا حاسه ان دي احلى منها ودي بعد كده لو ما تخلص هجيبها تاني فدي حاجه كويسه نيكس الاقلام بتاعت نيكس قلم الحواجب بتاع نيكس اللي هو اسمه مايكرو بان في اخره سبولي والناحيه الثانيه البان نفسه اسمه مايكرو برو بانسل ده ان كولر بلاك حلو جدا عجبني جدا اي ريكومندد لايك 100% اي حاجه براو برودكتس بتاعت نيكس بصراحه انا جربت حاجات كتير قوي منها تحفه جو فور ات لو عندكم اي نيكس افيلبل اي مكان تقدروا تشتروا منه نيكس محتاجين حاجه للحواجب اشتروا ده ديفينتلي القلم ده قلم الايلاينر الايلاينر اللي هو الفيل تيب هو بصراحة لونه تقيل جدا وحلو وسهل في الرسم سهل ان انت تتحكمي فيه الحركة بس ان هو كان بيكلكع في الاي شادو انا مش قادرة افهم هي دي مشكلة الاي شادو ولا مشكلته هو فهجربه تاني من غير اي شادو وهقول لكم رأيي عنه الناحية التانية اللي هي ناحية الكحل ناعم جدا وحلو جدا حطيته في الواتر لاين او في العين من تحت بس طبعا هو شكله ان هو ما بيسيحش بس لازم برضو اجربه اكتر اشوف هيسيح ولا لا هيقدر يتحمل درجة الحرارة وكذلك برضو في الاي لاينر في الصيف هشوف اذا كان مع الجو والرطوبة والحر اذا كان هيسيح ولا هيفضل يعني ثابت هجربه اكتر وهقول لكم عنه البرايمر بتاع Maybelline ماستر برايمر ده البور مينيمايزنج برايمر هو بصراحه عندهم اربع انواع من اللاين ده في واحد تاني عشان الدال سكن واحد الومينايزر في كذا حاجه منهم بالوان مختلفه ده اللون الابيض اللي هو المفروض بيمينيمايز البورز او بيخليها ما تبقاش واضحه انا حاسه بفرق بصراحه على الفاونديشن هاويفر ستيل الفرق مش قوي قوي لدرجه تخليني يعني مش عارفه لسه بصراحه انا لسه ستيل مش واثقه في البرودكت ده يعني حاسه ان هو عامل كفرج للبورز بس مش البورز مش باينه خالص ستيل برضو شايفاهم فهحتاج ان انا يعني اعمل زي ميك اب تيست كده من غير الجزء مثلا من غير ما احط البرايمر والجزء التاني بالبرايمر واقارن ما بينهم برضو هرجع اقول لكم تاني رايي اكتر ان ديبث عن البرايمر ده اخر حاجتين الماسكارا بتاعه البراوز بتاعت اسنس اسمها ميك مي براو دي تحفه رخيصه جدا وبتخلي البراوز ان بليس كمان فيها فايبرز بتملى الفراغات اللي في البراوز او في الحواجب فدي حلوه جدا على طول بتبقى اوت اوف ستوك فلما تلاقوها اشتروها على طول ما تترددوش اخر حاجه ده ما جاش حاجه اول مره اجربها طبعا اللي هو الميبلين فيت مي بجربه بقالي سنين عجبني جدا لسه لغايه دلوقتي مش لاقي حاجه تانية تخليني استغنى عنه واجيب حاجه تانية
ده ما كانش اخر حاجه، في حاجه ناسينها، البيوتي بلندر او الميركل سبونج بتاعه رويال تكنيكس. زي ما قلت لكم دي بالنسبه لي احلى كتير من البيوتي بلندر الحقيقيه او الاوريجينال، علشان الجزء ده اسهل في كتير في ان انا بابلاي بيه الفاونديشن، وبيخليني ابلاي اسرع من البيوتي بلندر التانية. بلس كمان البرايس دي سعرها اقل النص او اكتر من النص كمان، يعني دي سعرها 7 يورو التانية سعرها 20 يورو، فاصلا وفي نفس الوقت هما اتنين نفس الشيء تقريبا بيعملوا نفس الحاجه، يمكن دي كمان احسن. فديفينتلي انا مش هرجع اشتري البيوتي بلندر تاني، هشتري دي على طول لما دي. فده كان الفيديو بتاعي عن الفيرست امبريشنز عن معظم البرودكتس الجديده اللي بستعملها اليومين دول. عملت لكم بيه ميك اب لوك ينفع تحطوه كل يوم، ده بالنسبه لي اصلا الميك اب اللي انا في معظم الاوقات بحطه، ما بحطش حاجه اوفر، بحط حاجات خفيفه شويه. قولوا لي لو عايزين اي ريفيو ان ديبث او اعمل فيديو مخصص لاي برودكت من البرودكتس دي بعد ما استعملها فتره، لو في حاجه عايزين تشتروها مش عارفين فعلا هي حلوه ولا لا وحابين تعرفوا عنها اكتر، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس وانا هجربها اكتر واقول لكم عنها فيه. ما تنسوش تعملوا لايك وتكومنتوا على الفيديو باي حاجه انتوا عايزين تشوفوها نيكست، وكمان تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي، دوسوا على الزرار الاحمر ودوسوا على زرار الجرس اللي جنبه علشان يجيلكوا اي نوتيفيكيشنز من اي فيديوهات هحطها. مرسي جدا واشوفكم الفيديو الجاي، باي.